آلاف المكاتب المختصة بتنظيم العقود المرورية توقفت عن العمل بعد نفاذ كمية العقود وعدم تزويدها بها من قبل وزارة الداخلية، حيث تظاهر ممثلون عن أصحاب العقود من جميع المحافظات العراقية أمام مديرية المرور العامة ببغداد لبيان مصدر تلك المشكلة. إحنا إذا وقفوا العقود المرورية إحنا علي من رزقنا، وليش يطالبوننا بالضريبة بعد؟ هسه اذا اروح عند الضريبه واقول لهم عقود مروريه ماكو، يقولوا لي انت معفي، ما حد يعفيني. الضريبه ماشيه والرسم ماشي علينا 3 ملايين. هسه هاي المرور العام طالبناهم قبل فتره، قلنا لهم قسطوا علينا المبلغ هاي 3 ملايين، قسطوهن علينا ما حد قبل. شلون راح تمشي المعامله اذا بدون عقد مروري؟ يقدر لواء طارق المحترم يمشي المواطنين بدون عقود مروريه؟ ما اعتقد، الا عقد مروري. من عنده عقود انتوا اهل المكاتب؟ يعني عقد سعره 50,000 دينار اليوم الصبح ينكتب ب 200,000 دينار بسبب الازمه اللي جاي تسببها وزاره الداخليه. يعني هسه احنا خلصت اجازتي اليوم، اني اجدد ادفع 3 ملايين وادفع ضريبه 750,000 وادفع للدفتر 750,000 وكان الدفتر ب 25,000، النوب صار ب 50,000، قفز قفزه وحده صار ب 750,000، 625 صندوق شهداء الشرطه و 125 الشركات تتوزع العقود. احنا نشكر الشركات ونشكر المرور، بس ايش هاي كل سنه توقف يصير؟ كل توقف شهر او شهرين. مديريه المرور العامه تخلي مسؤوليتها من تزويد المكاتب بالعقود المروريه بعد ان تحول العمل الى صندوق شهداء الشرطه التابع لوزاره الداخليه بالتعاون مع شركات استثماريه معنيه بهذا الامر لترد الاخير بجاهزيه العقود، الا ان الوزاره هي من تتحمل نتائج التاخير وعدم التسليم. الوزارة تعاقدت عن طريق صندوق شهداء الشرطة مع شركة الحاج وشركة الليث، وهذه الشركتين هي دا تستلمون انتم منها العقود. احنا فيما يخص مديرية المرور العامة ما عدنا اي اجراء مع هذه الشركات وما عدنا اي اجراء مع الصندوق، لانه الصندوق هو جهة تمثل وزارة الداخلية وهي تعاقدت مع ذول اصحاب هاي الشركات. هذه الشركات دا تستلمون انتم منها. الإيقاف بالنسبة للعقود المرورية تم إيقافها من قبل الصندوق. الدفاتر موجودة والإجراءات احنا مكملين موجودة، احنا منتظرين بس انعقاد جلسة هيئة رأي الوزارة تنطي موافقة واحنا جاهزين. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وقد قطعت أرزاقنا. أصحاب مكاتب العقود يشتكون ومديرية المرور العامة ترد بعدم تحمل مسؤولية إيقاف إصدارها، وما بين القرارات الحكومية غير الواضحة المواطن سيدفع الثمن بعد أن وصل سعر العقد المروري إلى أكثر من 150,000 دينار عراقي. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.